شاهد بان الاراده الملكيه ياسين ونايسو ان المغرب خصو يمشي للسياده اللقاحيه، وكنتسنى سنت واحد اتفاقيه شراكه 5 جويلي في هذه السنه هذه باش المغرب يشرع في التصنيع ديال اللقاح ديالو، وتكون عنده كذلك واحد المنصه ديال التزويد، ماشي غير اللقاح ديال كوفيد، حنا ما كنهضروش على لقاح كوفيد، حنا كنمشيو كنذكروا على السياده الصحيه والدوائيه، لان تعلمنا من الكوفيد خدينا درس كبير. ما خصناش والعالم كله خدا درس، ما خصناش نبقاو مرهونين بتزويدات واقتناءات غير وطنيه، لان الصناعه الوطنيه خصنا نشجعوها، اللقاح خصو يتصنع في البلاد، يمكن توقع لنا شي كارثه ولا شي عالميه اخرى ويتسدوا الحدود، كيفاش غنديروا؟ كانت مشاكل على المستوى العالمي، من تم الاقتناء ديال الاجهزه ديال التنفس الصناعي، الاقتناء ديال بزاف ديال المعدات ديال التحاليل، ولكن المغرب استطاع الحمد لله ان يوفر هذا الشيء للرغبات الاكراهات وربما الصعوبات، ولكن هذا درس مستقبلا نبقاو نعيشوا نفس الاكراهات نفس الصعوبات، واش نعتمدوا على الصداقه اللي كاينه مع ولا التعاون مع الدول؟ لا، خص المغرب يحسن راسو وتكون عنده سياده، ولهذا هو شرعي الحمد لله كنشرعوا في هذا العمل هذا، باش ان شاء الله المغرب ما يبقاش يصنع غير الكوفيد، ولكن يصنع جميع اللقاحات الاخرى في السنه المقبله ان شاء الله اللي قدرنا عليه. راه اللقاح اللي كيدخل للمغرب راه ماشي سهل باش المغرب يوفر 5 ديال الانواع ولا 4 ديال الانواع ديال اللقاحات، راه ماشي بالسهوله، راه واحد المجهود كبير وفيه تدخلات كبيره، وسيدنا الله يسلم شخصيا كيتدخل باش يمكن المغرب يتموقع ونقدروا نتوفروا على هذه اللقاحات. فبالتالي لا ميمكنش اللقاح يعني كيشكل ندره، ميمكنش راه غير متوفر، ويمكننا اليوم نمشيو نقول لكم راه ما كاينش عداله عالميه في التوزيع ديال اللقاحات، وكنشوفوا حنايا القاره الافريقيه ما كتجاوز 3.7% من الملقحين، في حين ان العالم كله يلاه 30%، اذا التوزيع غير عادل، وهذا كيشكل ندره. اذا فين كيفاش نقدروا حنايا في هذه الندره هذه يكون عندنا واحد اللقاح بزوار غنستعملوا اللقاح؟ ما كاينش، صعيب باش تاخذ المصادر ديال باش تجيب اللقاح راه كتكون مضبوطه ومصادر جد صارمه. بالتالي حتى القضيه ديال الاجراءات ديال اللجنه ديال الاحتراز الدوائي راه كتضبط لومولوغاسيون ديال لو فاكسين، تعطيه لوتوريزاسيون دوتيليزاسيون اون اورجونس، حتى كيكون كيتوفر على جميع الشروط عاد يمكن يستعمل لوتيليزاسيون اون اورجونس. ولوتيليزاسيون اون اورجونس هذه مسطره معتمده من طرف المنظمه العالميه للصحه في اطار الجائحه، حنا كنتكلموا على الجائحه، كنتكلموش على حالة وباء في البلاد، على جائحة، وفي الجائحة كتكون الندرة ديال الأمور، وكتكون ملي كتكون جائحة كتكون شي حاجة شي أزمة اللي جات على بغتة، مازال ما لقيناش الدواء ديالها، وكانت الدواء دابا ما نهضروش على الجائحة، كل واحد كيدير الدواء ديالو، وغنخرجوا من هذه الجائحة وغنخرجوا غندخلوا في واحد لا لوجيك ديال أون إبيديمي أو نيفو دي بيي، حنا دابا ماشي في إبيديمي دي بيي، حنا في الجائحة. ومي كنتكلموا على الجائحة حنا مرتبطين بالدول الأخرى، واخا نكونوا كاع البلاد ديالنا ما فيها حتى شي حالة وحدة، واش غنسدوا على راسنا؟ واش غنكونوا في عزلة على نفسنا؟ راه كاين علاقات تجارية، علاقات سياحية، علاقات تداولية سياسية، إذا أول حالة جات للمغرب راه كانت حالة وافدة، ماشي حالة اللي جات اللي تولدت هنا، راه حالة وافدة جات من إيطاليا، ومن تما بدات الوباء دخل البلاد ديالنا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.